بنت جايه او ست جايه بتحكي لك على المشكله ام والدتها قالت لها انا كانت عندي المشكله وما لقيتلهاش حل يا بنتي. الجينياتكس بتحدد سمك الجلد، بتحدد الكولاجين بتاع الجسم مقداره قد ايه، بتحدد توزيع الدهون في الجسم عامل ازاي. فهي يعني الموضوع منطقي ان الجينياتكس يبقى ليها دور. جريد 1 عاده ما بيظهرش الا في اوقات معينه او في حركات معينه، عشان كده ما بيبقاش مؤرق قوي. من اول جريد 2 وجريد 3 طبعا بيكون الموضوع بقى سخيف جدا. قبل ما نتكلم على العلاج ونروح لمحطه مهمه قوي، يعني محطه ساخنه، ايه قيمه ان انا ما اهملش في علاج السلوليت؟ والله هو غير المشكله التجميليه، ودي يعني لا يستهان بيها، غير ان انا عندي مشكله حاجه بتزيد وهتضايقني وهوصل لمرحله ان انا مش قادر اكشف عن هذا الجزء وان انا مغطيه طول الوقت عشان خاطر مكسوف منه، لازم نبقى عارفين ان السلوليت زي ما اتفقنا هو عرض لامراض underlying diseases كتيرة تحت. يعني لما تبدأ أمراض مستخبية بالضبط. يعني لما يبدأ يظهر عندي السيلوليت ما تستهنش بهذا الموضوع، زي ما بيحصل مثلا أمراض كتيرة مثلا تنبهنا لحاجة تانية داخل الجسم. ليه الدورة الدموية هنا ضعفت في سن صغير فوق 25؟ ليه الدورة الليمفاوية ضعفت؟ ليه بدأ يحصل تورمات وحاجة اسمها water retention، يعني بدأ يحصل احتفاظ للمية بالجسم؟ ليه بدأ يحصل لي inflammation أو التهابات؟ كل الحاجات دي بتسبب لي أو بتدل على وجود أمراض تانية هتحدث. يعني ممكن تبقى ما أنا ما بعملش رياضة، ما باكلش healthy، ما بشربش مية، يبقى أنا معرض قوي لأمراض القلب، معرض جدا لأمراض الأمراض المناعية عامة، لأن أنا ما بخش أي antioxidant materials. فهو لازم أبقى عارف إن علاج السلوليت ما هوش luxury. يعني ركزي لما بدأ السلوليت يظهر يبقى في حاجة underlying تانية محتاجة تتغير ومحتاجة تتصلح. لازم أبدأ أغير اللايف ستايل عشان ما أصابش بالأمراض التانية اللي هي بقى أكثر خطورة على الجسم. صحيح قلنا أن السلوليت مشكلة تجميلية، بس هي بتدل على وجود مشكلة تانية هتبدأ تبقى عضوية وتبدأ تبقى عنيفة. فعشان كده الإهمال في علاجه، حتى لو أنا ما عملتش حاجة سبيسيفيك للسلوليت ولكن بدأت أغير من عاداتي عشان أوقف تكوينه، فأنا كده حسنت صحة الجسم كلها، قللت الأكسيديشن بتاع الجسم كله، قللت أمراض الشيخوخة والسكر والضغط والقلب والحاجات اللي أنا ممكن أكون معرض لها عشان عندي كمان جيناتيك بريديسبوزيشن ليها، يعني عندي استعداد جيني إنها ممكن تجيلي. وعشان كده بنسمع دلوقتي عن ناس صغيرين في السن حصل لهم زبحة مفاجأة، حصل ضغط مفاجئ أدى إلى نزيف في المخ، يعني حاجات ما نتخيلش إنها بتحصل للسن الصغير، ولكن لازم نعرف إن تغير العادات بدأ يخلي الأمراض دي تظهر في سن أصغر. المحطة بقى الجاية دي محطة مهمة قوي. في أساليب علاجية كتيرة بنسمعها للسلوليت، عايز حضرتك تحلل لي كل طريق من دول، وكأننا نمشي مع المرضى كده. هي المسألة أشبه، عارف زمان كده بأفلام اللي هي التجريبية، في هنا نور بينور، هنمشي في النور ده ونفتح الباب ده ونشوف ورا الباب ده إيه، وبعدين نرجع ندخل طريق تاني نمشي النور بينور فيه زي طرقة كده، نروح لغاية الباب التاني ونفتحه ونشوف وراء ايه، ونرجع تاني ندخل الباب اللي بعديه. وتقول لي في كل باب بنفتحه هل وراء حل فعلا حقيقي ولا وراء وهم؟ الحقيقة ده من الموضوع الشيقة جدا. يعني انا بحب دايما اتكلم في الحاجات اللي هي هل بتجيب نتيجة ولا ما بتجيبش نتيجة، هل ليها قيمة ولا ملهاش قيمة. خلينا نعرف ازاي احل المشكلة عشان اعرف اذا كان العلاج ده هيجيب نتيجة ولا لا. لو انا هشتغل في حاجة موضعية، يعني هستخدم كريم موضعي، وده اول حاجة بتيجي في بالنا واول حاجة عليها اعلانات كتيرة جدا، وتلاقي دايما على الانترنت احسن 14 كريم لعلاج السيديوليت، وهتلاقيه على مش عارف في قنوات كتير، على قناة عاشم وقناة المستعد وقناة المحمد كل القنوات اللي في الدنيا موجودة بأيا كان اسمهم بقى، وقناة البراكين وقناة الزلازيل وقناة في مسمين قنوات غريبة أوي. ما فيش تقريبا ينزل تحت البتاع، ينزل تحت كده علاج السيلوليد، حل علاج نهائي، كريم اطلب سيصلك أينما كنت، وفي ضمان كمان، يعني إذا ما جابش نتيجة ضمان ببعت لك بداله حلها، يعني منتهى الثقة. يعني لو السلوليت ما تعالجش انا ابعت لك حلقه بالظبط انا اعوضك. هو الحقيقه هل الكريمات، هل باستطاعتها
انها تعدي طبقه الجلد كلها وتصل الى الدهون عشان خاطر تبدا تدوب لي الدهون دي او تصغر حجمها، او انها تصل للالياف اللي ما بين الدهون عشان خاطر تفكها شويه او تضعفها شويه عشان تحسن لي شكل السيلوليت. لا، مفيش كريم في الدنيا ممكن يعمل هذا العمل، ولكن الكريمات بتعمل حاجه تانية. هي ممكن تحسن لي الجلد، يعني تحسن لي مرونه الجلد، تحسن لي قدره الجلد على ان هو يغطي شويه هذا العيب. فلازم ابقى عارف انه اي كريم للسيلوليت ثمنه رخيص جدا او ثمنه غالي جدا، لازم ابقى عارف ان هو ده قيمته، ان هو يقدر يحسن لي فقط شكل الجلد. شكل الجلد معتمد جدا زي ما اتفقنا على السن، على الريس اللي هو يعني الجيناتكس بتاعت الجسم والحاجات اللي زي كده. طيب ايه الكريمات اللي ممكن استخدمها وتجيب نتيجه كويسه في الجلد او تحسن لي شكل الجلد؟ انا مش هقول ابدا انها بتحسن شكل السيلوليت، وعشان كده الشركات المحترمه ما بتقولش ان انا بعالج السيلوليت، بتقول انا بخبي شكله، بحسن مظهره. ليه؟ لانها عارفه انها ما بتشتغلش الا على الجلد فقط. في كريمات بقى بتحتوي على ايه؟ على زي ما اتفقنا الفيتامين سي، على الريتينول، على الكافيين، اللي هي الحاجات اللي بتحسن الكولاجين بتاع الجلد، وبالتالي قد تساعد ان الجلد يزداد سمكه، يزداد مرونته، فممكن يحسن لي شكل الجلد. لازم ابقى عارف ان الكريمات دي عشان تشتغل عمر الكولاجين في جلدنا اللايف سايكل بتاعته طويله، ما ينفعش استخدمه شهر وشهرين وثلاثه. يعني برضو الشركات المحترمه هتلاقيها بتقول لك انه مش اقل من 6 شهور من الاستخدام المستمر عشان تبدا تلاحظ فرق حقيقي في شكل الجلد. ده يلخص لي كل العلاجات الموضعيه اللي ممكن تستخدم في علاج السيلوليت، ويتبعه كمان الاستريتش ماركس، يعني ان هي لانها يعني مرض مشابه او مرض ذو مشكله يعني برضه مش عارفين نحلها. ماركس اللي هي الفتحات، تفتيحات. ايوه تفتيحات الجلد، تفتيحات البيضه اللي بتبقى او حمراء بتبقى موجوده في الجلد بيسموها تفتيحات جلديه، اللي بتحدث مع الحمل وبتحدث مع زياده الوزن والحاجات دي. فيبقى الجلد كله وظيفته هنا ان انا بدور على حاجه الكريمات وظيفتها انها تزود لي كفاءه الجلد او الكولاجين بتاع الجلد. اكتر من كده مش هتقدر تعمل لي ولا اي حاجه، انها تخش في العمق او تقلل الدهون او تصغر حته او تكبر حته، ده مش هيحدث. يبقى مفيش حاجه اسمها الكريم السحري يعني؟ ابدا، هو الكريم يعني يحسن لي الكواليتي بتاعه الجلد، وعشان كده بنقول انه احيانا المرطبات قد تؤدي نفس العمل. يعني مش ضروري كريم للسيلوليت مخصوص، لا، هو لو كريم مرطب كويس فيحسن لي الكواليتي بتاعه الجلد اللي ممكن يخبي وممكن طبعا ما يخبيش. اكتر من كده ما اقدرش احمل على الكريمات. بعد كده لازم اتجه بقى لحاجه تعالج السبب او تعالج الكوز. اشهرهم على الاطلاق دلوقتي بقى هو طبعا يعني اللي عامل ثوره في هذا المجال طبعا هو الليزر. كانت كل الوسائل لعلاج السيلوليت كلها سطحيه من على سطح الجلد من بره، يعني حاجه مثلا بتعمل مساج عنيف للجلد عشان تحاول تقطع الفايبرز او الالياف اللي ما بين السيلوليت، حاجه يعني تساعد شويه في انها تحرك الجلد فوق العضلات او فوق الـ الالياف ديت. انما الليزر دلوقتي عمل الحقيقه نطره كبيره جدا. الليزر مش من على سطح الجلد، الليزر ده من تحت سطح الجلد، هو عباره عن تقطيع للفايبرز الموجودة تحت الجلد اللي هي ماسكة السيلوليت لتحت، اللي هي عاملالي الجدران بتاعة الغرف بتاعة السيلوليت، فبيبدأ يدخل عشان خاطر يقطع هذه الايه؟ هذه الفايبرز. تقطيع هذه الفايبرز ينهي لي المشكلة فورا، لأنه هيبدأ على طول الأماكن اللي فيها الدمبلز أو اللي فيها الانخفاضات تبدأ على طول تنفصل عن العضلات وتبدأ تحسن لي شكل الجلد من فوق. طيب هل لو انت عملت الحركه دي، يعني لو قطعت الفايبرز دي سواء باستخدام الليزر او غيره، يعني هنتكلم عن حاجه دلوقتي غير الليزر، هل ده كافي؟ لا، زي ما اتفقنا لازم الكولاجين بتاع الجلد يتحسن، لازم الجلد يبقى عنده القدره على استرجاع المرونه. عشان كده الليزر ده غريب شويه، ليه يعني فرونت فايرنج كده، بيضرب لقدام وبيضرب للجنب. بيضرب لقدام عشان يبدا يقطع الفايبرز زي ما اتفقنا اللي هي ماسكه الغرف بتاعت الدهون، وبيضرب من الجنب عشان يبدا يلسع الجلد من تحت. بشبهه دايما كده بان زي ما يكون حد بيولع كده ولاعه تحت كيس نايلون. لما تولع ولاعه كده تحت كيس نايلون وتحركها بسرعه بيبدا الكيس ده ينكمش. البروسيجر دي نفسها بتبدا تنشط جامد جدا تكوين الكولاجين او الريموديلنج بتاعه الفات على سطح على السطح، وبالتالي تخلي الجلد يبدا يلتئم او يتشد او يغطي لي طبقه السيلوليت الموجوده. طيب هل الليزر ده يعد يعني الاستخدام ده هل دي عمليه جراحيه؟
لا هي دي مش عمليه جراحيه، ما فيش فيها فتح، دي مجرد الفايبر ده بيخش من خرم الابره عشان خاطر يبدا يعدي ويقطع الفايبر زي ما اتفقنا، ومن نفس الخرم ده بيبدا كمان يشد الجلد او يعمل استيميليشن للجلد. طيب لا انا مش عايز استخدم الليزر، او الليزر بالنسبه لي حاجه انفيزيف، يبقى ممكن استخدم ايه؟ ممكن استخدم انجكشنز. ناس كتيره جدا بتلخبط في الحقن بتاعه السيلوليت، هي بتعتبر ان الحقن اللي بتداوب الدهون هي دي الحقن اللي بتفك او بتقطع السيلوليت، وده غير حقيقي. ليه؟ لانه اللي بيداوب الدهون او بيصغر الدهون ملوش علاقه بالفايبرز او الالياف اللي ماسكه الجلد لتحت، انت عايز تدوب الالياف. عشان كده الماده اللي بتدوب الدهون اللي هي بتستخدم يعني مجازا بنقول عليها ميزوثيرابي، هو مش ميزوثيرابي، هو حاجه اسمها انجكشن لايبوليسيس، يعني اذابه الدهون بالحقن، مش الميزوثيرابي. اذابه الدهون بالحقن لا يعالج السيلوليت. ليه؟ لانه بيصغر حجم الدهون، انما ملوش علاقه بالالياف اللي في النص. ايه اللي بيتحقن هنا؟ لازم تحط ماده اللي هي الكولاجينيز، لازم تحط ماده تكسر الفايبرز او الالياف اللي ماسكه الجلد لتحت. وهنا يجي بقى نقطه فنيه قوي، الفايبرز اللي ماسكه الجلد لتحت دي كولاجين. الله، يعني انت عايز تحط ماده اسمها كولاجينيز تاكل الكولاجين؟ ده انت طول الوقت عمال تكلمني عن الكولاجين واهميه الكولاجين، وان الكولاجين ده مهم جدا ان الجلد يتحسن ويغطي سطح الدهون بشكل افضل. الالياف دي او الالياف المنكمشه دي عباره عن تايب 1 وتايب 3 كولاجين. احنا الحقيقه عندنا كذا تايب من الكولاجين، تايب 1 وتايب 3، وعشان كده الكولاجينيز اللي بتحقن هنا بيشتغل على سبيسيفيك تايبس، على انواع معينه، انواع معينه اللي احنا شفناه في الفيديو. يا ريت نشوفه تاني الفيديو الاولاني بالزبط. هو ده بيشتغل على الالياف السبتة اللي هي نقدر نقول عليها كده عواميد الخيمه، بالظبط كده، اللي هي الجدران بتاعه الغرف اللي ماسكه الدهون. لازم ادوب هذه الجدران من غير ما اذي الكولاجين الكويس في جلدي، او من غير ما ابوظ طبيعه الجلد. وبالتالي يبقى انا هعمل ايه؟ بحقن ماده الكولاجينيز، وهي ماده فيري سبيسيفيك لتدويب الالياف، ما بحقنهاش في الدهون، ما بحقنهاش في الحته اللي فيها الدهون، ده انا بحقنها في الحته اللي فيها الالياف نفسها. هي دي التركه الثانيه، ان انا مش بحقن في الدهون عشان اصغرها، ده انا بحقن في الالياف عشان ادوبها. تبدا تدوب الالياف اللي احنا شايفينها دلوقتي، بالظبط، ودي بنسميها انزيماتيك بريكج، يعني تغير في الانزيمات اللي بتكسر او بتحلل هذه الايه، هذه السبته. الانزيماتيك بريكج ده أو العمليه الانزيميه دي مش بس بتقطع لي الالياف، هي الحقيقه بتنشط لي حاجه غريبه جدا، بتنشط لي ان الدهون تبدا، لو خدنا بالنا كده من الصوره اللي قدامنا دي صوره حقيقيه جدا، يبدا يحصل لها حاجه اسمها ريموديلنج، يعني تعيد ترتيب نفسها تاني، ما بقتش مضغوطه، ايوه، خرجت بره الغرف اللي كانت زنقاها او الغرف اللي عامله لها المنظر بتاع الريجولاريتي او عدم الانتظام، وبالتالي بتبدا تعمل ريموديلنج تاني. في عندي بعض الشعيرات الدمويه الرفيعه اللي احنا بنعتبرها ان هي اصلا شعيرات دمويه لا تعمل بالشكل الكفء، بتبدا تدوب حتى مع الكولاجين، عشان كده في عينين يستغربوا ان ليه بيحصل مثلا مكان الحقن ده شويه كدمات او شويه نزول للنقط دم تحت الجلد، وده جزء، ده شكل طبيعي خالص او منظر طبيعي خالص للحقن. يبقى بيدوب لي الفايبرز، وبالتالي يحصل ريموديلنج للفات او اعاده توزيع للدهون مره تانية عشان تتوازن او تبدا بقى يبقى شكلها منتظم، ويبدا شكل الجلد من فوق يتحسن. الحاجه الغريبه كمان ان الانزيماتيك بروسيس دي او العمليه الانزيميه دي بتنشط الكولاجين النافع اللي هو الكولاجين الكويس، يعني كمان بتخلي الجلد يتحسن في الكواليتي بتاعته. يبقى لو انا هستخدم الليزر ده طبعا يعني التوب دلوقتي، ان انا اقطع الفايبرز ونشط الكولاجين، او ان انا هستخدم الحقن لماده معينه تدوب لي الفايبرز اللي ما بين الايه، اللي ما بين السبته. لو انا خرجت بره هذا الفكر هيبقى النوع العلاج اللي انا بستخدمه مش كفء قوي. بعض الناس بدات تستخدم افكار مختلفه تانية، والافكار المختلفه الثانيه دي انها تقطع الفايبرز نفسها، تقطعها مانيولي، تقطع الالياف دي مانيولي. حاجه مشهوره جدا كده، انك يعني زي بتخش بحاجه شبه المشرط كده ولكنها رفيعه جدا، مكشط يعني كده زي كشط بالظبط، وابدا كده كاني بسلك الفايبرز او كاني بقطع الالياف كده تدريجيا عشان خاطر ابدا اريليس الجلد او احسنه. يعني طريقه مور انفيزيف، اعنف شويه، استخدام الليزر طبعا بقى يعني غطى عليها وان كانت لسه موجوده، وطبعا بتعلو على الحقن.
طيب هل في وسائل تانية؟ طب الناس بقى اللي بتستخدم الالترا ساوند، والناس اللي بتستخدم الراديو فريكوانسي، والناس اللي بتستخدم الحاجات اللي على سطح الجلد، يعني الصور اللي احنا شايفينها دي بعد جلسه واحده من الليزر، من النوع معين من الليزر اللي هو اللي احنا وصفناه، او ماركه معينه، هو جهاز امريكي هو اللي بيعمل هذه النتائج. طيب هل ممكن ان انا استخدم اكتر من وسيله، يعني كومبينيشن ثيرابي؟ اه طبعا، ده من اجمل الحاجات، ان على حسب كل مكان او كل جزء من السليليت بتبدا تستخدم جزء حاجه طريقه معينه. يعني عندك جزء معين الجلد مترهل فيه، فانت محتاج ان انت تنشط الجلد فبتستخدم له الليزر. جزء تاني الجلد مش مترهل، بس مجرد ان في ديمبل او حته داخله لجوه فسلكتها او قطعت الايه الفايبرز مانيولي، او ان انت حقنت جزء معين. يعني ممكن تستخدم كومبينيشن ثيرابي عشان توصل لاعلى النتائج في كل منطقه من الجسم. طيب هرجع تاني واقول، هل الحاجات بتاعت زمان، المساج بقى، الحاجه جهاز مشهور جدا يعني خد مننا رئات يعني هنا في مصر، من اللي بيعمل مساج عنيف على سطح الجلد؟ فنكوش طبعا، فنكوش فنكوش جدا ولا حاجه، يعني اعمل فين ايه فنكوش؟ طبعا فنكوش يعني اونطه، ما بيعملش حاجه ولا بيعمل حاجه. جهاز كان اسمه ايه ده؟ كان اسمه LPG. LPG يعني ياما ناس اشترت البدل بتاعته، وياما ناس اشتغلت بالمساج بتاعه. يعني كان الغرض منه ان انا هعمل مساج عنيف لدرجة ان انا اقطع الفايبرز من على سطح الجلد، وكان فعلا ناس بعد الجلسة مصابة بكدمات وتورمات وحاجات زي كده. الحقيقة انه ليه ما جابش نتيجة؟ يعني خلينا نعمل assessment، ليه ما جابش نتيجة؟ لان انت قطعت من سطح الجلد، يعني قطعت الفايبرز، بس الفايبرز سبتها قدام بعضها تاني، فسهل جدا انها تلتئم. وعشان كده بقى ظهر عندنا دلوقتي لاين حديث جدا جدا في علاج السليليت. احنا دايما بنقول انه خلي بالكو ان الليبوسكشن يعني شفط الدهون ليس علاج للسليليت. يعني ما ينفعش تشفط الدهون فالسليليت يتحسن، ده حاجة وده حاجة مختلفة خالص. الحاجة اللي جدد دلوقتي أو اللي بقت يعني واخدة ترند دلوقتي هو إن أنت تقطع الفايبرز دي وبعدين تحط حاجة أو مادة تمنع التئام الفايبرز مع بعضها تاني عشان تحصل على أطول مدة ممكنة. طبعا الماده دي اتغيرت كتير، يعني طب نحط هايلورونيك اسيد حاجه زي الفيلر، ولا نحط كولاجين، ولا نحط ايه عشان خاطر نمنع ان الفايبرز يلزق في بعضها تاني. لغايه احدث حاجه دلوقتي ان انت تحط فات، تحط الدهون، تحط الدهون. يعني تعمل اوتولوجس فات ترانسفير، تاخد الدهون من الانسان لنفسه في الحته اللي فيها السليليت، في المكان اللي فيها السليليت. فاصبح الفات ترانسفير كمان حل للرفيعين. يعني واحده رفيعه عندها سليليت، طيب يعني الـ 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 هعمل ايه في الحته دي؟ يعني ازاي هفصل الجزء ده، وازاي احط ماده تدوم وتقعد لمده طويله وتديها نتائج اطول؟ عشان كده لقينا ان الترانسفير، الفات ترانسفير لما يقرن باستخدام الليزر او باستخدام الكاتنج بتاع الفايبرز بيزود مده العلاج تقريبا يصل الى 3 سنين. الفيزر التكنولوجي بتاعته معموله ان هو يصطاد الدهون ويسيب الفايبرز. الراديو فريكوانسي كذا تكنولوجي، من على سطح الجلد، وده القديم شويه، وزي ما اتفقنا ان من على سطح الجلد ده وظيفته فقط تحسين الجلد. السيرش ماركس عباره عن تفتيحات او تقطيعات في الجلد، بتبدا بالشكل ده بيبقى لونها احمر، وبعدين تبدا تتحول للون الابيض لما تلتئم.